أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
الخيط الأسود
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله